ابتديتي منين في رحلتك مع النقشبندي؟ بدأت النقشبندي العوالم بتاعته كتيرة، يعني سواء العوالم المكان الأماكن اللي عاش فيها وتنقل ما بينها، وكل مكان ليه قصة وحكاية مثيرة، أو العوالم مثلا دولة المنشدين اللي كان في أزهى عصورها، أو عوالم الصوفية اللي كان منتمي ليها. فالحقيقة كان في حاجات كتيرة، بس أنا بدأت من حلم. حلم يعني مصادفة تاريخية. يعني الأول عرفت أن سيد النقشبندي وصل لطنطا بعد ما هو كان مستقر في طهطا في محافظة سوهاج، وكان هناك محقق شهرة كبيرة في محافظات الجنوب وعنده شهرة كبيرة، لكن لسه ما كانش بدأ يشتغل في الإذاعة أو المحافظات بتاعت الوجه البحري عارفينه، لكنه قرر فجأة أنه هو ينقل حياته وعالمه ويروح يعيش في شقة أجار حتى ما تبقاش تمليك، ويبدأ يدور على شغل من أول وجديد ويعاني من ضيق الرزق لمجرد أنه حلم. الرواية بتخطفك في البداية من اللي بتسرد الرواية اللي هي نصرة. الرواية في بتدور ما بين عالمين، عالم معاصر فيه نصرة وعالم قديم فيه الشيخ سيد النقشبندي، إنما تفاصيل نصرة وتفاصيل طفولة النقشبندي دي أول شيء بيجذبك بشدة للرواية وتكملها بسلاسة من غير ما تحس بالوقت. اسمها الجذبة. الجذبة رحمة في جزء من روايتها بتقول: وأردف الشيخ محمد، اللي هو محمد والد سيد النقشبندي، وأردف الشيخ محمد وهو يضع يده على كتف سيد ويصحبه خارج المسجد: الجذبة يا سيد مبدأ من مبادئ طريقتنا، سبق وأن حدثتك عنه. حمله الكثير من مشايخ النقشبندية وصاروا به آلاف الأميال، سالكين دروبا لم تكن في الحسبان تلبية للنداء. دخلت في تفاصيل الحضرات والذكر والحلقات والجذبة، يعني أنت دخلتينا في عالم جديد يا رحمة. كانت البداية بالحلم، يعني فكرة الجذبة ديت إن هو يجي لك هاتف. هم عندهم في الطريقة الصوفية أو النقشبندية مبدأ من مبادئهم اللي هو الجذبة، لما يجي لك هاتف معين فتبدأ إن أنت تسافر وتدور على كأنك بتبحث عن الخالق، يعني أو بتستجيب للنداء العشق الإلهي للرحلة دي. فالشيخ سيد لما نقل حياته كلها نقلها بسبب الهاتف اللي جاله، الحلم اللي حلم بيه بيقول له روح استقر جنبي في طنطا، الشيخ سيد السيد البدوي لما جاله في الحلم. المصادفة التاريخية اللي أنا يعني فضلت مدهوشة قدامها كتير، إن قبل عدة قرون السيد البدوي وصل لطنطا بسبب هاتف جاله في المنام بيقول له شد الرحال وسافر إلى طنطا اللي هو الاسم بتاع طنطا زمان. بس السيد البدوي جه من المغرب. صحيح، يعني كانت رحلته كان مسافر رحلة طويلة. ولقيت برضو بهاء الدين النقشبندي في فترة جذبته الجذبة وقعد هايم على وجهه، فحسيتها الفكرة ديت مسيطرة عندهم وتنفع يعني تبقى مدخل للحدوتة. نصرة كمان كان لها، يعني الرواية صحيح ان هي فيها حكايات عن الشيخ النقشبندي، بس فيها جزء كده يخص المرأة. شخصية نصرة هي سيدة يعني بتخطو عتبة الأربعين، هي في أواخر الثلاثين وخلاص داخلة على الأربعين، متزوجة وعندها ولد وبنت ومتفوقين في الدراسة، لكن هي برغم كده هي شايفة أن هي محققتش حاجة في حياتها، هي حاسة أن هي خيط العمر انفلت من إيديها، لكن هي محققتش حاجة ليها كنصرة بعيدا عن الأم وعن عن كونها أم أو كونها زوجة. فكنت حابة من خلال الرواية إن هي لما هتعرف كمان إن الشيخ سيد ما انضمش للإذاعة وما بدأش الناس تعرفه ويحقق الشهرة الفظيعة ديت غير وهو عنده 50 سنة، بعد لما بقى جد اترفض الصوت العظيم ده، اترفض في الإذاعة يعني كذا مرة، مش مرة واحدة، هو يعني لحد ما بقى 50 كان كل مرة كل سنة أو كم سنة يروح يعمل اختبار ويرفضوه، ولحد ما مات ما كانش اعتمد كقارئ محترف او مبتهل محترف مع اللي هي الرخصه الاحتراف، كانوا بيتعاقدوا معاه كده انما ما اعترفوش بيه لاخر لحظه في حياته.